السلام عليكم. رجعت بعد غياب وصفات مجربة لأنه لا يمكن نحط أي وصفة غير مجربة، كيف ما كتعرفوا من أول وصفاتي على القناة، سواء تكون مجربة من طرفي أو لا من طرف الأصدقاء ديالي أو من الأقارب ديالي. اليوم غنقدم لكم وصفة جديدة للصدفية. الصدفية هي من الأمراض الجلدية المستعصية، كيسولوا عليها بزاف ديال الناس. هذا المرض كيتطلب علاج طويل وكيكون مرهق. من أسباب الصدفية يمكن يكون إما عامل وراثي أو إصابات وجروح والضغوط النفسية. كما كنشوفوا هنا في الصور، حالة واحد الأخت صابت بهذا المرض ما خلت ما جربت من وصفات طبية وطبيعية، لكن بدون جدوى، حتى لقات العلاج ديالها بفضل الله وبغات تقاسمه معاكم. جزاها الله ألف خير. كيف ما كتشوفون في الصور انها مرض كيف كان، ومن بعد الوصفة كيفاش برات الحمد لله. لكن هاد الوصفة كتبغي المداومة مرة كل يوم دون يأس، وكتبغي تنظف مكان الصدفية وتحيد منه ديك القشرة، عاد دير عليها الوصفة لان هي يجب هذيك القشرة تحيد كاملة باش الدواء إذا كان ديال الإصابة. الوصفة بعد الفاصل. المرجو الانضمام للقناة وذلك بالضغط على زر الاشتراك الأحمر. وإذا أردتم التوصل بجديد فيديوهاتنا فور نزولها اضغطوا على الجرس، ولا تنسوا دعمنا بلايك إذا أعجبكم الفيديو. الآن نمر إلى الوصفة. الوصفة كتكون من ثلاث مكونات. المكون الأول فازلين، يباع في الصيدلية. المكون الثاني ديبروزاليك، وهو كذلك يباع في الصيدلية أو الفارماسي. ونركزوا على 30 غرام، حيث ديبروزاليك فيها بزاف ديال الأنواع. المكون الثالث والرئيسي هو القهوة. القهوة منسمة أو القهوة كيف ما كنقولوا لها معطرة. كتمشي عند كيبيع القهوة كتقول له بغيت قهوة تكون مطحونة على اليد وفيها الاعشاب المنسمه، وهو راه كيصيبها لك. نبداو بالفازلين، هو الاول. نحطوه على مكان الاصابه. كيف ما كتلاحظوا هنا راه القشره حيدناها. ديبروزاليك، ونماصيو مزيان مكان الاصابه. يعني ما كتبغيش اليأس او تحبسها تقول لا ما دارت ليا والو. مكون ثالث وهو القهوة من السماء. يعني هاد الوصفة هذه الحمد لله جابت واحد النتيجة مرضية، يعني كانت واحد الحالة يعني بدات كتيأس من الشفاء، ولكن الحمد لله بفضل الله يعني ما يأساتش، بقات تتبحث واخا هكا كتبحث على الوصفة اللي تليق مع هاد الصدفية هادي. حيت الصدفية كيف ما كنعرفوا فيها بزاف الانواع. كيف ما كنشوفوا هنا طبقاتها على اليد ديالها مكان الاصابة وعلى الركبة، يعني واخا تبرى خاص تبقى متبعها واحد المدة. يعني برات. كنتمنى من الله تكون الوصفة نالت إعجابكم والشفاء إن شاء الله. وما تنسوش تابوناو معايا في القناة للمزيد من الوصفات إن شاء الله، ووصفات مجربة كيف ما كتعرفوا.